الشعراء لمدينة خنيفرة. كنت انتقلت أنا والعائل الأهل ديالي لمدينة الناظور. كنشتغل ميكانيك، كنت خرجت من كاتر يماني وقررت أنني نكمل في الميكانيك حيت كان الحلم ديالي هو أنني نكون ميكانيكية. وخرجت من كاتر يام، نجحت في النيفو كاتر يام، دخلت المعهد التكوين المهني صافي وكملت الدراسة ديالي. هذه 14 عام قبل ما نجي لمدينة الناظور. كنت كيعجبني انا قبل ملي كنت صغيره كانوا كيعجبوني السيارات وكان عندي تساؤلات كيفاش كتمشى السياره، كيفاش يعني كان عندي بزاف ديال الاسئله على السيارات والمجال ديال الميكانيك. لهذا قررت انني نكمل في هذا الدومين والحمد لله انني كان خالي كانت عنده واحد السياره وكنت كنبقى ديما نمشي عندها ونخش فيها ونقلب فيها. يعني كان عندي تردد نبقى نقلب يعني منذ الطفوله وكنت كنشري الطوموبيلات صغار هكا في الاعياد وفي المناسبات. ويعني كنت يعني الحلم ديالي انني نكون ميكانيكا والحمد لله انني كملت الدراسه ديالي وراني دابا في الميكانيك وكنخدم في ورشه العمل الحمد لله وكنقرا بجوج. ملي كتكون عندي وقت الدراسه كنكون كنقرا، ولكن في الوقت الفراغ ديالي كنمشي كنبقى نخدم في السيارات نمشي لورشه العمل. الوقت ديالي كامل كنضيعو في الورش في الكراج اللي كنخدم فيه. ويعني كنت يعني ما كنبقاش داك الوقت الفراغ ديالي نبقى غير جالسه، يعني كنفرق بين العمل والدراسه ديالي. بالنسبه للمالين الدار ديالي في الاول كانوا رافضين الفكره لان كانوا كيقولوا يمكن ملي غادي تكبر وغادي تدخل الكراج غادي ترفض الفكره لان غادي تكون مع الميكانيك غادي تكون ما يجيهاش ما غاديش يعجبها الحال وغادي تقدر تبدل. ولكن انا مع ذلك كملت وشافوني انني كملت وشافوني كنشجع راسي وثيقه في راسي ومشاو معايا حتى هما وساعدوني كنشكرهم بزاف خصوصا الام ديالي. بالنسبه اللي كيقراو معايا الدراري اللي كيقراو معايا في اول سنه كانوا كيقولوا يعني كانوا كيطرحوا عليا بزاف الاسئله علاش درتي الميكانيك وجاتهم في شكل، ولكن مع ذلك ولفوني يعني راني معاهم كنقراو خصوصا الاساتذه ديالي كيساعدوني كيعطوني بزاف ديال كيعاونوني سميتو في القرايه شي معلومات هكا كيعطوها ليا. وحتى الدراري اللي كيقراو معايا يعني الدراري مزيانين ومعايا وكيشجعوني حتى هما. كتشوفوا معنا انا دابا في ورشه العمل اللي كنتواجد فيها هنايا في مدينه الناظور. بالنسبه للعمل ديالي انا كنفتخر به حيت انا مرتاحه في هذا العمل ويعني ما عنديش مشكل. يعني كاينين انتقادات ديال الناس بزاف كيقولوا بنت ما دير والو وبنتي خصوصا في الريف لان بزاف يعني الناس الهضره وداك الشيء، يعني لكن انا ما كنتش كنديها في الهضره ديالهم بقيت مكمله حتى الاخر. بالنسبه للناس على العقليه ديال الانسان، يعني كاين الانسان اللي كيتقبلها كفكره عاديه يعني كتجيه نورمال، ولكن كاين الناس اللي كيقولوا هذه البنت ما كدير والو يعني ما تقدرش دير شي حاجه راه ديال الرجال شي حاجه يعني تقلها. دابا مع العلم والتكنولوجيا البنت تقدر دير اي حاجه، يعني البنت قادره دير اي حاجه في حياتها وقادره توصل للطموح ديالها، يعني حتى واحد ما يقدر يوقفها عن الطموح ديالها. انا كنشجع البنات اللي باغين اللي عندهم اراده في هذا الدومين وكيترددوا، يعني كل الاخر يعني يعني شي حاجه مزيانه. انا كنرتاح بزاف في الدومين ديالي وكنتمنى البنات اللي كيشوفوا هاد الروبورتاج يقدروا يمشيو يتسجلوا حتى هما في المعهد ويكملوا حتى الاخر. بالنسبه للتعامل ديال الناس كيدخلوا بحال مثلا كيجيو عندي كليان كيبقى يتفاجئوا يعني بنت راه كتخدم ميكانيك شي كيتقبلها وشي ما كيتقبلهاش على حسب الافكار ديال الانسان. ولكن انا مع ذلك ما كنديرش يعني ما كنتاش في نظر الناس كنبقى خادمه خدمتي واخا وسط الرجال عادي بحال خوتي كيعاونوني كيعلموني الناس خصوصا الناس اللي عندهم في الكراج وتحيه ليهم خاصه يعني كانوا مزيانين معايا وعلموني منذ الاول. يعني كنت فرحانه اول مره دخلت يعني دخلوا رحبوني بواحد الترحيب زوين وفرحانة. يعني كنتمنى الناس اللي كيشوفوا الفيديو يديروه يعني البنات واي واحد يعني اللي كيتمنى يدير هذا الدومين وعنده ترددات، يعني الدومين هذا زوين ويقدر الانسان يمشي به بعيد. انا اللي انا حد الان انا دابا كنقرا دوزيام اني طالعه للعام الثاني ان شاء الله بغيت ناخذ الدبلوم ديالي ونكمل. كنتمنى ان شاء الله ملي نكمل الدبلومات ديالي انني نفتح ورشه العمل تكون خاصه بيا ونسمي على سميتي ان شاء الله وتكون كبر الناس بقى يجيو عندي. مثلا النساء اللي ما كيبغيوش يدخلوا للكراج ديال الرجال يقدروا يجيو عندي انا للكراج نتعامل مع نساء او رجال ما عنديش مشكل. يعني كنحلم تكون عندي شي ورشه العمل ان شاء الله.
بالنسبه للموقع الاجتماعي الناس مزيانين متفاعلين معايا بزاف، وخصوصا الاصدقاء ديالي الناس اللي متقربين ليا، يعني كان الناس بزاف كيشجعوني، وكير بزاف ديال الصفحات كيعطوني كعروض انني نجي ونشجع نعطي توجيهات للمراه والبنت اللي بغات ديرها الضمون، يعني التشجيعات كتكون بزاف يعني، وبزاف ديال التفاعل الناس كيتفاعلوا معايا. كنوجه الشكر بزاف الناس اللي ساعدوني في هذا الشيء ديال الميكانيك، وكنشكرهم بزاف، خصوصا الناس اللي استقبلوني في الكراجات ديالهم وداروا فيا ثقه كبيره رغم انني بنت والهضره وسميتو، انهم قبلوني في الكراج ديالهم كنشكرهم بزاف. الاساتذه ديالي، التلاميذ، كلشي، الناس اللي دايرين بيا، العائله ديالي، شكرا بزاف على التفاهم وعلى المساعده ديالكم والتشجيعات الخاصه ديالكم.